حضرتك في بداية حديثك قلت انه مش دول كتير حول العالم بتنظم معارض للطيران، اذا ما قيمة تنظيم مصر لمعرض للطيران والفضاء زي اللي احنا فيه دلوقتي؟ خليني اوضح لك، معرض الطيران ما هوش معرض بيبرز نوع طائرات معين او مطارات، لا ده بيبرز دولة، منظومة دولة. زي ما انت شايفة احنا قاعدين بنتكلم على منظومة مدني عسكري، طائرات مدنية، طائرات عسكرية، قدرات موجودة لدى الدولة، أنظمة ملاحة، قدرات مطارات على استضافة الطائرات دي. زائد جوه المنظومة بتلاقي كمان شركات مختلفة، عندي شركات خدمات أرضية، شركات شحن، فالمنظومة متكاملة. نضيف لكده بقى ما تنسيش ان احنا عندنا حاجات كتير ناس ما تعرفهاش، احنا حاطين جوه المعرض البعد الجديد اللي احنا عايزين نضيفه مع المزيج السياحي اللي احنا عايزين نقدمه. يعني احنا النهاردة هتشوفي الدرونز، الطائرات اللي بتطير السياح، احنا لنا هدف ان احنا نبتدي نطير السياح بتوعنا في طائرات بيتم التحكم فيها من على الارض، سايت سينج، زي ما احنا ابتدينا البالون من زمان لو تتذكري في الاقصر، عايزين كمان معالمنا السياحية نستخدم فيها منظومة الطيران. فعشان كده هتلاقي جزء كبير من المعرض بيتكلم على الدرونز، جزء كبير بيتكلم على اللوجيستكس برضو الخاصة بالدرونز، ان احنا نبتدي نقل البضائع زي ما ابتدى تطبق في حتة كتير، جزء كبير اخر بيتكلم على انظمة بتخدم صناعة الطيران المدني، انظمة حجز، انظمة لوجيستكس، انظمة تداول معلومات، زائد السايبر سيكوريتي اللي بيتم عشان يحمي كل الأنظمة الإلكترونية. الأمن السايبراني. بالضبط كده. معالي الوزير، أنا أعلم أنه منذ أول لحظة في هذا المعرض وحضرتك والفريق التابع لك في الكثير من اللقاءات والاجتماعات مع أطراف دولية مختلفة. حدثني أكثر يا فندم عن الشراكات التي ربما تتم، عن اللقاءات الدولية مع الجانب المصري، عن ربما توطين صناعة الكواليس. يا فندم كيف كانت على مدار 3 أيام؟ خليني أرجع بيك شوية قبل 3 أيام. المكان اللي انت شايفاه ده كان صحراء، الشق المدني كان الناحية التانية، كان الحتة دي كلها الشاليهات بأرض المعرض نفسها بتاعها كانت عبارة عن صحراء زي اللي انت شايفاه هناك. احنا الحقيقة والمنظمين، لان المنظم شريكي في الموضوع دون اللي هي القوات الجوية ممثلة للقوات المسلحة، اشتغلنا وكان عندنا برضو قلق وتوتر، هل هننجح؟ هل الموضوع هيبقى ليه صدى جيد؟ اول ما ابتدى يجي لنا الطلبات بتاعة المشاركة والحضور تأكد لنا ان احنا نجحنا، ودي كانت المؤشر الاولاني ليه نقيس هل المعرض ده هيبقى عنده قدرة على الاستدامة والاستمرارية ولا لا. حقيقة الطلبات اللي جات لنا، احنا وصلنا لمرحلة ان في طلبات تقريبا اترفضت. كنا بنعتقد ان الشراكات هتبقى اكتر من الجانب المصري، وجينا الشراكات من الجانب الاجنبي والحضور كانت اعلى بكتير. احنا بنتكلم في 300 شركة، بنتكلم هنا الشركات، شركات مطارات، مصنعين طائرات، شركات طيران، شركات خدمة ما جنب الطيران. فالحقيقة 300 شركة كان عدد كبداية معرض عدد كويس جدا. الحاجة التانية، المؤشر التاني اللي فرق معانا، ان الناس كلها حبينا ناخد استبيان نعرف رأي الناس. حقيقة احنا الرأي باستمرار اللي جالنا كان مستوى المعرض بالنسبة للحضور لما عملنا استبيان كامل كله كان فاق التوقعات، كله ما قال ما توقعناش ان المعرض على المستوى التنظيم هيبقى بالمنظر ده. خليني اقول لك الكلمة اللي انت قلتيها في الاول، كلمة مهمة جدا، نجاح المعرض خصوصا المعارض الكبيرة في التفاصيل الكتيرة اللي جواها. احنا اهتمينا بكل التفاصيل اللي ممكن تتخيلها، اهتمينا بيه الشركات، مش فقط ان الشركة تيجي تعرض، ان احنا نوفر الشركة العرضة، نوفر الناس اللي يقدروا يشتروا منها، نوفر للناس اللي بيقدروا يشتروا فرايتيز كتيرة، بدائل كتيرة متاحة ان هم يقدروا يتعاملوا ما وينجزوا اعمالهم بشكل اعلى. تملي بنقول معارض الطيران دي منصة دولية بتحط فيها مصنعين، مشغلين، ريجليتورز بيجوا يحضروا معنا، منظمات دولية، كل شركاء صناعة الطيران بيتحطوا في مكان واحد
عشان حاجتين، نسهل الاتفاقيات. يعني احنا عملنا مجموعة اتفاقيات كتيرة جدا، عندنا جزء من الاتفاقيات عملناها وقعناها على مستوى صيانة الطائرات، على مستوى الخدمات الأرضية مع شركات طيران كتير، مع مصنعين لتصنيع أجزاء من المكن كمشاركة في صيانة نوع معين من المكن. والشراكات دي خدت أكتر من شكل، خدت شكل شراكات إقليمية ما بين مصر ودول أخرى عربية، وخدت شكل شراكات دولية ما بين صناع دوليين ومصر. فالحمد لله أقدر بثقة شديدة أقول لك إن يعني قدرنا نحقق أكتر بكتير قوي من إن إحنا كنا نتمناه من مخرجات لهذا المعرض.